السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم في الوطن العربي الكبير أينما كنتم متابعي قنوات دوري بلوس الناقلة لجميع المسابقات السعودية. لقاء دور 32 من هنا من مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة. التقدم يلتقي مع أحد في الدور 32، مواجهة الدور 32 الموصلة مباشرة إلى الدور 16، ومن هنا ومن هذا الملعب أحد يبدأ هذه البداية القادمة الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتقدم الذي يلعب في أندية الدرجة الثانية اليوم هو مواجهة لأجل الوصول إلى الدور الدور 16 مباشرة. التقدم الذي يستضيف أحد، التقدم هنا وحكم المباراة عبد الله العويدان ويساعد محمد الحمير. أتى بأسماء جديدة، محمد مجرشي، أتى بماجد حزازي. يا سلام على الانطلاقة، الانطلاقة الممتازة، عبد الله الحربي، عبد الله يمرر كورة ممتازة، عبد الله يا الله على هذه الكرة يا عبد الله يا سلام. أنا الصبياني، أنا الصبياني سجل عندك هدف أول للاعب أنا الصبياني لنادي التقدم. لعبها من مين؟ من عرضية ممتازة، جول، هدف أول لنادي التقدم في البداية من أنا الصبياني اللي واضح في الصورة عزيزي المشاهد. هدف 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 جميل، هدف. يا سلام، شوف اللعبة، التقدم حتى الآن يتقدم بكرة يمرر، يا سلام يا سلام يا سلام، وبعد ذلك كمل، صدت من عبد المسيسي، عادت وأنس الصبياني أكملها، أكملها أنس الصبياني. حربي عبد الله والله ممتاز، الحربي حتى الآن هو اللي لعب أنس الصبياني، جول ممتاز، جول تقدم لنادي التقدم. التقدم يتقدم بهدف من أنس الصبياني المعار، هذا اللاعب القادم من نادي الفيصلي الأولمبي. طمنا، استردها فهد، فهد يلعب كرة ممتازة جميلة جدا هذه الكرة، لكن فيها أوفسايد. أحد، ماجد هزازي يبحث على الطرف الأيمن، ماجد ماجد راح بكورته، ماجد يعرض كرة وتصدي من حارس المرمى ناصر، الحارس الشاب اللي يحل مكان نايف بجوي، يحل مكان الحارس الأساسي نايف بجوي. هم فازوا على نادي الطاي بثلاثة، فاز على نادي الطاي. تقدم حتى الآن، هنا كرة إلى صقر عطيف والتغطية وما زالت وأبعد حارس المرمى، وبعد ذلك راحت. التقدم إن فاز بثلاثة أهداف لثلاثة لصفر أمام الطاي. هنا كرة تغطية دفاعية، يا سلام على المراوغة، حتى الآن يبحث عن حضريتي عبد الله، ولكن خروج، خروج موفق. الدقائق بهدف من أنس الصبياني، أنس الصبياني سجل هدف أول، أنس الصبياني. هنا فهد حمد يمرر الكرة، فهد سهلة جدا. عندهم أبرز اللاعبين فيصل عبد المعين والمدافع المنتخب السعودي سمير عبد الشكور، حمزة إدريس وريان بلال، أسماء كبيرة قدمها نادي أحد. كرة أمامية يبحث عن الأسمري والتغطية، أقرب إلى وين؟ محمد الضو، الخروج من حارس المرمى والعديد من الأندية. هنا كرة اللي ماجد هزازي، ماجد يعرض كرة أقرب إلى وين؟ إلى تغطية دفاعية، إلى رمي سالمية. هذا محمد عطية، تشابه كبير ما بين صقر ومحمد عطية. هنا كرة، محمد عطية يلعب كرة ممتازة ولكن امتيازها انتهى كليا. في مجموعة A، مجموعة B هناك فيها وج ليلعب اليوم. كرة عطيف تلعب إلى الشمري، الشمري عنده كرة، بعد ذلك تعدية، تعدية الجميلة والعرضية، وين 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 وين؟ بعيدة بعيدة، خطأ في مكان مناسب، نواف، يا الله، حلوة 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 من نواف الحربي. شاهد ماجد، يا سلام يا ماجد، يا عيني عليك يا ماجد، ماجد يمرر، صقر عطيف، صقر مهاراته، هذه مهارات أبناء عطيف. أسمري يسدد كرة بعيدة بعيدة تماما، تسديد، خطأ للتقدم والكرة والتغطية بعد ذلك، كرة راحت.
راح التقدم حتى الان. حضرتي مر، حضرتي روح، حضرتي من، يا سلام لو راح حضرتي، يا الله على سرعه، يا الله يا عبد الله حضرتي، قلت لك خلي بالك عليه. انس الصبياني مسجل هدف. محمد العنزي، هذه كره لنادي احد، سريعه الى برونو سانتانا. برونو سانتانا عنده كره، يعدي تقدم، عنده كرة حضرتي، راح بكرته حضرتي، خطير هذه كرة خطيرة، وبعد ذلك يطالب بضربة جزاء. عبدو بسيسي، عبد الله حضرتي يضعها، جول عبد الله حضرتي وضعها على يمين عبدو بسيسي كهدف ثاني. عبد الله حضرتي صاحب الامكانيات الكبيره والعاليه جدا، عبد الله حضرتي وضعها على يمين عبدو بسيسي. هو عبد الله حضرتي اللي واضح في الصوره امامكم اللي يقدم هدف ثاني. عبد الله حضرتي، يا سلام، شوف اللعبه والهدوء. عبد الله والركنه على يمين حارس المرمى. عبد الله حضرتي حاول فيها عبدو بسيسي، لكن الكرة كانت أسرع من عبدو بسيسي، سكنت شباك مرمى أحد معلنة هدف ثاني. أسمري يمر الكرة على الطرف الأيسر، والتعدية والعرضية أقرب إلى وين؟ أقرب إلى، يا الله يا صقر. الكاميروني الكرة أمامية، برونو سهلة جدا إلى حارس المرمى. هنا كرة ماجد والتغطية الدفاعية، تغطية دفاعية، حارس المرمى بقبضة يده إلى عبد الله الحربي، أقرب إلى ماجد والعرضية. بعد ذلك ما زالت هذه الكرة، اصطدت كرة ماجد هزازي، عنده كرة ماجد إلى عطيف وبرونو، والتعريض، كرة إلى هزازي حتى لا هزازي هنا عطيف صقر، والتغطية الدفاعية حاتم، ما زال يغطي كرته. يخسروا ما زالوا بخسارة 2-0. هنا كرة إلى صالح برونو عنده كرة سانتانا، برونو سدد، لكن الحارس ناصر العظيم تصدى لهذه الكرة. ناصر ياخذ كرته، بعد ذلك راحت محمد عنزي، اخذ لك كره محمد، مهاراته محمد، استخدم مهاراته محمد. سامي بلمسه، التعديه، وما زالت هذه الكره خطوره داخل منطقه برونو. عبد الله حضرتي وهذا العنزي جهز كوره وتسديده ممتازه، ولكن عبد بسي، ولكن بعض الظروف هي اللي ابعدتها عن كره القدم، غاب عنها اكثر من سنتين. هنا كره مرتده، يا سلام على هذه الكره، ولكن راحت بعيده. تقدم متقدم بهدفين، كره حساسي، عرض ممتازه محمد. هنا كرة مجرشي والتغطية الدفاعية. العنزي راح 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 في كرة مرتدة سريعة. العنزي هذه الكرة الممتازة، وبعد ذلك حكم برا. حاتم يلعب كرة خاطئة، عادت عطيف يعرض بالكرة عرضية، مجرشي سهلة جدا. إلى وين؟ أكثر عندك إبراهيم عقيلي، عندك نايف بجوي، عندك أكثر من لاعب، 6 أو 7 لاعبين. برونو سانتانا يعدي، سدد وين في دور ال 16. كرة أمامية وعالية، والتغطية الدفاعية، مجرسي عندك كرة، مجرسي ياخذ كورته، مجرسي برونو يلعب، والتغطية الدفاعية أقرب تغطية، مجرسي عرض، كورة ضعيفة جدا. هذا هو حضرتي عبد الله الى العنزي، استخدمه عبد الله العنزي، عبد الله يمرر ممتازه الى الحضريتي، تغطيه ماجد هزاز، برونو يعدي، برونو يسدد كوره، وتصدي جميل من حارس المرمى، تصدي جميل ببريده. الركنيه نفذت، الركنيه وخروج من حارس المرمى بقبضه يد ناصر، ابعد الكره مرتده. كره جميله ولياقيه، ما زال محافظ على لياقته حتى الان. هنا كره شمري، شوط ثاني، عنوان حارس المرمى ناصر، برافو ناصر. هنا خطأ خطير،
خارج المنطقة وهذه الكرة ولكن راحت، والتسديدة من الأسمري ولكن عادت مرة أخرى لمحمد مجرسي. صقر عطيف يسدد حارس المرمى ناصر، برافو عليك. لصالح فريقي التقدم أمامية أمامية وتسديدة اللي حتى الآن الخروج من ناصر العظيبي. يا سلام الحارس الشاب.